هذا وين فايتين في الطريق مع اخونا ربي يبارك فيه نام الالمة ثاني عنده كليو 5 اراس لايم ديازال عنده هنا في الايسونس وهنا في الديازال هذا في الوقت الحالي اقوى محرك ايسونس على الكليو. السلام عليكم صحة الشبيبة شفنا مع بعضنا الكليو 5 أول ما دخلت للجزائر عندها تقريبا عامين بالصح هذيك ما كانتش كاملة في المواصفات اللي معنا اليوم تقدروا تقولوا لا توتوبسيون بالصح الحكاية مش هنا الحكاية في أنها هذه اللي معنا اليوم عليها أقوى محرك في الإيسونس والحكاية ما تخلصش هنا شوفوا معايا برك الماتريكيل وارواحوا نحكوا اكثر عليها. هذه هي الشبيبه كما تشوفوا الكليو 5 النسخه اللي معانا اليوم هي الاراس لاين حكيت لكم برك على الماتريكيل بيال هذه هي بولندا وهنا بوزنان المدينه اللي راهي جايه منها. هذه الشبيبه كما حكينا فيها كيت الاراس لاين فيها كل شيء تحتاجه عندكم لوبستاكل اللي هنا وعندكم الكاميرا اللي تقرا الطريق بصح على بالي ياسر اللي راح يعلقوا على اللون تاعها اللون تاعها هو اللون البرتقالي الفالنسي ما شاء الله فيها شوي حاجات تقدر تقولوا على اللي دخلت عندنا هنا للجزائر بلا ما نحكوا على الموتارة هنا عندكم الجنطه جي 7 بوس الحاجه اللي زادوها واللي حكيت فيها هذيك المره انه اللي هنا زادوا لها بريزيدير يتسمى باش تبرد سيستم دو فريناج تاعها باش تعطيك فريناج اكثر ولي بلاكات يعيشوا اكثر كما تعرفوا الكليو 4 كل فيدونج تقريبا تلقى روحك تبدل في لي بلاكات فيها المشكل هذا تبريار ثاني لاد اللي هنا عندك لي ديتكتور فلافون كاينه 360 هنا كما تشوفوا حكينا فيها باللي جي اراس لاين فلاريير ما عندناش هكا حاجه سبيسيال باش نقدروا نحكوا عليها فيها عندنا الكاميرا فلاريير والاراس لاين ثاني كيف كيف بسم الله تشوفوا معايا الانتيريير حكايه اخرى حكايه الانتيريير قلتها من المره اللي فاتت في الكليو 5 اول ما حكينا فيها هنا عندنا الاراس لاين كما ما حكينا حاطين الرمز تاع الاراس مثبت السرعه وكاين التحكم في الشاشتين هاو ليكم الفرق الاساسي وين هنا تجي تقريبا 10 انش بالصح اللي راهي هنا في الجزائر راهي 7 انش برك تجي نص ليكرون هذا السياج يجي شوفون يعني فيهم تدفئه عندكم اللي هنا ثاني الاوتو ستارت ستوب هذه حاجه مليحه شوفوا معايا هنا كي نبدلوا لي مود نحطوها في المود سبور تتبدل ليكرون نزيدوا نبدلوا المود الاخر الايكو شوفوا كيفاه الايكونومي كيفاه يجي من بعد عندنا المود العادي يعني تقدر تقولوا تخدم به في كل الاوقات شوفوا لي السياج تاعها الاراس لاين كيفاه يجو اللي عجبتني اللي هنا تبان سبور تاع الصح شوفوا ثاني كيف كيف السنتير تاعها هنا الفرانه ما والله خلينا نقولوا الفينجر بريك جاي كهربائي يعني ما جاش مانويال عندكم ثاني كيف كيف لوتو هولد هذه كاش ما تكون في سيركالا والله في الاضواء المروريه مستوبي والله وحدها وحدها تحكم يتسمى كي تاكسي ريلي انت ديركت تطلق فرناما حاجه برك في الكليو 5 نحاوها واللي هي فتحه السقف كامل يجوب بلا اطوى حد الساعه الانتاج تاعو ما كاش اطوى هذه هي الحكايه الشبيبة نشوفوا الموتور مع بعضنا وبسم الله نمشي على الطريق هذا في الوقت الحالي اقوى محرك ايسونس على الكليو مازالت بالك في الايام الجايه يخرجوا نسخه الاراس تروفي تكون انسيس ولا انويت الله اعلم كما تعرف الشركات كامل راي قاعده تخدم محركات صغيره وعليها تيربو باش ينتج قوه اكبر اللي كما كان في الكليو 4 عندنا هنا في الجزائر اللي عليه تيربو هذاك الزيرو ناف في الكليو 5 في الايسونس جي 1 لتر تي سي او بالصح اللي معانا اليوم هو الان 1.3 لتر 4 سيلندر الزيرو ناف راهو 3 سيلندر برك هذا ان 3 4 سيلندر يولد قوه 140 حصان اما عزم الدوران حوالي 260 نيوتن متر البوات تاعها كما تشوفوا فيها راهي مانيال في الاوتوماتيك راح تكون اضعف الموتور هذا نفسه كاين اللي يجي ب 130 حصانه يتسمى راهو بيناتهم فرق في القوه الاكسيليراسيون الشبيبه هذه تاعها من الزيرو لل 100 يعني من الصفر لل 100 تقريبا في 9.2 9.3 ثانيه اما اللي يحكي على الوزن تاعها فيها واحد 1100 كيلو جرام فقط هذه هي الشبيبة أول ما مشينا بها في الطريق حكيت لكم باللي الكوب اللي تحس بيه دائما موالفين كما هنا عندنا في الجزائر دخلت بالان 5 دي سي نحكي في الديازال فيها واحد 110 115 حصان برك في الديازال بصح تفرح في الطريق الان 5 ما نعرف علاش يعجبني في السوق تاعو مانيش نحكي عليه كمشاكل ولا محرك صغير ولا بصح في السوق تاعو يعجبني الموتور هذا كما حكينا فيه ايسونس 1.3 لتر الحاجة اللي تعجب أي واحد كي يركب في الكليو 5 جديدة كي رونفورس صاول الانتيريير تاعها البلاستيك ولا الجلد اللي راهو فيها كامل تحسه يابس ما تحسش بهذيك الفراغات اللي راهي كاينه راني قاعد نتمشى بها هنا بالمود ايكو نحط المود سبور ما شاء الله صح فلافيل تلقاها قاسيه هكا ومرسيه شوي بالصح لي فيراج ما ترميكش اخويا تحس باللي عندها سيسبونسيون ياسر اللي يقول لك باللي راهي ماهيش كونفور في فلافيل بالصح كي تراجي بها وتسافر بها وتحكم بها طريق تحس باللي راهي ثابته كاينه واحد الحاجه الشبيبه هذا وين قاعد نحكي مع اخويا سفيان عليها حكايه التسخين
قال لي لهيه ما نسخنوش طوموبيلات كما في بولندا. قال لي مرات تلحق عندنا حتى ناقص 10 درجات يعني تحت الصفر، 10 درجات تحت الصفر عارف ايش معناها؟ معناتها تتجمد ديريكت. قال لي هكا على بيها نحبوا نكسبوا ليسونس ياسر، يعني من بين العوامل هذه ماهوش عامل اساسي، خلينا من التلوث والبيئه ونحكوا في حكايه كميكانيك. قال لي ننوض الصباح ديراكت واحد 20-25 ثانية ديماري غير بشوي تسخن السلام عليكم. قال لي واحد الحكاية في بولندا لو كان يحكمك رجل أمن أنك مقاري السيارة لمدة يعني تفوت دقيقة وانت مقاري قاعد الموتور قاعد يدور راح يمركي لك مخالفة على أنك قاعد تلوث والله تساعد في تلويث البيئة، يتسمى عندهم داخلة في نظام البيئة الحكاية هذه. قل لي برك السومة تاعها قداه؟ 25,000 أورو. 25,000 أورو. شفتوا قداش الشبيبة 25,000 أورو تقريبا تضربها في اثنين طايحة قريب 500 مليون. هذه في بولندا؟ ايه بولندا السيارات رخاص عندهم، يعني 25,000 يورو ورخيصة. فرنسا ألمانيا تلقاها أكثر حوالي 27-28,000 أورو. ده تابعة فيها الضرائب؟ تابع فيها الضرائب. يتسمى الضرائب هم عندهم يخلصوا اعلى، والضرائب في بولندا عندهم 23%. 23% يعني كي تجيبها بدون ضريبه راح تنقص سومتها اكثر. فهمتك. وفاتحين التصدير هم ولا لا؟ كانوا فاتحين العام هذا مع ازمه السيارات والازمه العالميه. صارت ازمه هذه على العالم كامل، ولاو يبيعوا غير داخل البلد لانه فيه طلبيات كثيره ونقص في العرض، نقص في العرض وكثره في الطلب هكا على بها. شوفوا هنا الشبيبه رانا ماشيين تروازيام كي تاكسي ريلي تحس بالرياكسيون. ها ما شاء الله. هذا وين فايتين في الطريق مع اخونا ربي يبارك فيه نام الالما ثاني عنده كليو سانك الاراس لاين في الديازال، عندنا هنا في الايسونس وهنا في الديازال. حبيت برك نوريكم الفروقات اللي راهم كاينين، على بالي مش راح تشوفوا هكا فرق كبير بصح شوفوا معايا لهنا عندكم الكروم هذا اللي جاي لهنا، هنا راه ما كاش كما تشوفوا. وكاينه حاجه اخرى ثاني شوفوا معايا هنا جايه بلاستيك في المات بصح شوفوا لهنا جايك شغل في البيانو بلاك. شوفوا معايا الشبيبه هنا في الانتيريور الكرون اللي حكينا فيه هنا يجي تقريبا 10 بوص، وعندكم هنا السياج شوفون الطابلو تاعها جاي كامل فيرتيال بصح شوفوا معايا اللي راهي داخله عندنا هنا الجزائر. شوفوا الطابلو يجي غير هنا برك غير في النص اللي راكم تشوفوا فيها وين كاينه التمبيراتير من منا وين كاينه الايسونس هذيك ثابته ما تتبدلش. وحاجه اخرى كما تشوفوا السياج ما كاش هنا شوفون ومازال كاين مواصفات تجي اعلى، وعندكم ثاني كيف كيف لهنا اللاين اسيست راهو كاين في الاخرى. الروتروفيزور ما يجيش ربط طابل فيهم في زوج بسبب نقص الماتيار يتسمى هذا وين قاعد نحكي معاه. قال لي في لاميزون تاع رونو في بولندا قالوا له لونتريتيان جاي يركبوا له ويخلوا له الروتروفيزور تاعو ربط طابل. في الاريير هذه ايسونس وهذه ديازال في ليشابمون باينه ماهمش كيف كيف. واش راح نقول لك اخويا سفيان ربي يبارك فيك وربي يحفظك والله يعطيك خيرها ويكفيك شرها. شاركنا مع الشبيبه هذه الحكايه الخفيفه. فهذا اللي كان عندنا اليوم، نختم كالعاده المقطع بالصلاه والسلام على رسول الله في امان الله. السلام عليكم.